عشان ما ياخدش باله بالفرق في الشكل اللي بيننا. ما هو يشتغل صح يا معلش بقى. حضرتك تقولها بصراحه انك عايز تموتني يا ولاد الدنب. لسه فاقد الثقه في نجاح العمليه يا منصور؟ لا خلاص اشهد لكم بالعشره. طب انا هحاسبكم مع بعض. يلا يا شيخ. اهلا اهلا. اتفضل. كرشك كبير. آسف كلامي دبش، بيقولوا عليا وقح. هكون أوقح منك. لا أرجوك خليك زي بالظبط، وقح بس أحسن تنكشف. أنا منصور ابن الشيخ مساعد الطوبي، شيخ قبيلة الطوبي. يا سلام عليك يا عم. مش كده كده اهو. ايوه صح، بتتعامل مع ابو جوده بالطريقه دي ومستحملني. بقول لك انتوا مقصدينها معايا. قصدين ايه؟ عايزين تموتوني من الجوع بدل المشنقه. بخصوص طلبكم الأول وهو حالة أبو جودة النفسية، أجيب عليها بأن حالته النفسية جيدة جدا. أنا استنى شوف اللي جاي. أما بخصوص الطلب الثاني وهو أسماء عملاء أبو جودة في مصر، آسفة لعدم تمكني من ذلك لصعوبته. إيه ده بقى؟ امبارح خافت عليك وأنت عامل سكران وطلبتني عشان أختك، ودلوقتي بتدي محي معلومات غلط. طب ليه؟ يمكن كانت خايفة وهي هناك. كانت لازم تقولي. في حاجة أنا مش فاهمها. المهم دلوقتي نرد الضربة لمحي، وبعد كده هبقى أشوف حكاية سحر دي. اكتبي. السيد المحترم محي بيه، إدارة المخابرات العامة المصرية. اكتبي. كوبري القبة، القاهرة. حط زف دف ده. اكتبي العنوان اللي هملهولك ده بقى. 34 أوكسفورد ستريت لندن. ده عنوان مراسلات عملاء محي. واحدة بواحدة. يعني هتعملها مباصة مع أختي بقى؟ خلاص مش هخليها تبص. أنا طلبت من عز الدين يسيره علشان ندرس طريقة نرفزته وغدره. غلط يا حيدة، تودينا في داهية، هتبقى مش أنا. طب أعمل لك إيه بقى؟ ما أنا لازم أتجوز معاها. هو أنت هتمنعها خالص، يا تشوف فيها معاها،
لو انت مطرحي كنت هتسوق فيها ولا لا؟ طب انا قليل الادب. يبقى لازم انا كمان اكون زيك. رايح فين؟ مش هتكلمني عن سحر؟ كمان كمان خف شويه يا عز، على مهلك عليا. انا بني ادم يا اخي، بني ادم. شكرا على هديتك، ومرسل مع هديتي لك صور لبعض مطاراتكم السرية الجديدة. وكذا رد سحر على رسالتكم، صديقك المخلص أبو جودة. أنا وسحر بنتعامل زي أي اتنين بيحبوا بعض، يعني كل ما تتخيله ممكن يحصل بينا، بس في حدود إنها بنت بنوت، فاهم يا عز؟ بنت بنوت وأكتر من كده لأ. أرجوك وأرجوك يا عز تسيبها لي بنت بنوت. يا فندم دول الاتنين بقوا واحد، ده أنا لولا متفق مع عز الدين على كلمة سر ما كنتش قدرت أعرف أنا بكلم مين فيهم. العملية دي في حياتي كظابط مخابرات، ما اقدرش اسمح لعز الدين بالسفر طول ما انا لسه بتعرف عليه. كده بقى مش هنبتدي ابدا. انا بفكر اوقف العملية دي واستبدل خطتي. بعد كل اللي حصل حضرتك خرجت واحد من المشنقة وغيرت في شكل التاني. ممكن تنزلني هنا؟ اتفضل. بسلامة يا فندم. يعني انت عز الدين؟ ايوه يا فندم. منصور هو اللي غرق؟ ايوه. قبل ما تيجي المخابرات كنت في سلاح ايه؟ انا انت منصور قتلته ليه يا كلب؟ انا هقتلك، انا هعذبك سنه قبل ما اقتلك. لازم اعذبك يا كلب. هوبا كده تبقى ساعتك اتخميت. لخبطت بينا. اسف.
كنا لازم نعمل كده عشان سيادتك تصدق ان عز الدين هو منصور. اللي عز الدين فيكم يجهز نفسه للسفر بكره. الليله اخر تلقين للعمليه. ودي صوره للكنترول روم للمفاعل الذري ديمون الفرنسي. وده جهاز القياس اللي بيحدد الطاقه المستخدمه لتشغيل المفاعل. عد معايا. عداد واحد اتنين ثلاثه. والرابع ده هو المطلوب. احنا قلنا ان الطاقه المستخدمه لتشغيل اي مفاعل بينتج مواد تصنع القنبله الذريه لا تقل عن 20 ميجا وات فما فوق. اقل من كده يبقى المفاعل ده ما بيقومش بعمليات تصنيع القنبله. هتبص للعداد ده رابع عداد. اذا لقيت القرايه 20 فما فوق يبقى المفاعل بيصنع القنبله الذريه. اقل يبقى لا. متشكرين يا دكتور. العداد ده هدفك يا عز الدين. خلي صورته في عقلك. ايوه. مفاعل ديمونه ده من الاماكن السريه جدا عندهم. محدش بيدخله الا اللي عاملين فيه بس. حتى اعضاء الكنيسة الاسرائيلي ما بيدخلوهوش. انت هتدخله. ده لو نجحت في تنفيذ الخطه اللي انا لقيتها لك. ان شاء الله هدخله وهشوف العداد. هرجع بالحقيقة. أنا واثق كده. خش نام وبكره الصبح هنفطر مع بعض قبل ما تسافر. تصبح على خير يا فندم. وأنت من أهلي. ده الميكروفيلم اللي فيه صور سام ستة اللي طلبها منك كان موجودة في رسالته الأخيرة بدل اللي بعته مع صحر. أيوه. طبعًا أنت عارف كل التطورات اللي حصلت معاك. عارف. أول لقاء لك مع أبو جودة مهم جدا. هتكون نتيجته يا تسهل المهمة عليك يا هتبقى مستحيلة. ربنا هيسهلها إن شاء الله يا محي بيه. الساعة 8. طيب أفتكر أنا بقى. شكلك بيقول اني منصور. وطريقتك منصور. اخلاقك منصور. عقلك عقل عز الدين. ده الصح. خايف من كرش ده مطلوب. واثق من نفسك؟ ده اكيد. هترجع يا عز الدين ومعايا الحقيقه ان شاء الله. ده ودود. ده احنا جدعان قوي. ربنا معاك. يلا اطلعوا بيهم. لسه واحد حضرة الظابط منصور مساعد الطوبي. خلاص هستناه لحد امتى؟ اهو وصل منصور. يلا يلا يا اخينا. انت ايه يعني؟ كنت هتسيبوني يعني ولا ايه؟ جاي متاخر ومش عاجبك؟ مش عاجبكم ارجع. يلا يا منصور. استنى انت اهو. انت اهو لما تشوف الطريقه الغريبه اللي بيعملونا بيها دي ولا ايه؟ ايه يا اخينا انت؟ هوبا اخينا ده منصور. شاهد يا خواجه. هات اوراقك خلينا نخلص. امسك الشنطه دي خواجه هات ابوك. انت باين عليك رايق. محدش واخد منها حاجه حار الظابط ولا يا خواجه. محدش واخد منها خاجه. بتضحك يا خواجه؟ تلاقيه بيعرف عربي. سوايه اه بيعرف اهو. يلا اتفضل. ماشي طالع معانا يا خواجه. ايه على البركه بيتك ومطرحك. اتفضل اخويا. بقول لك ايه يا خواجه؟ منين الساعة دي؟ ايه؟ طب ما تزعلش. ايه يا ابني كنت مستخبي فين؟ دوختني عليك يا اخي. الله ده كلام. في اسكندرية يا جدع يومين كده فسحة. مرحبا شكري. اخرتنا يا منصور. اه يا الله. وبعدين بقى ما تقول له خف شوية يا بكر. يا عم خف عنه بقى. يا سعيزة هنفضل متخاصمين كده ولا ايه؟ ما انت كنت سافل معاه النوبة اللي فاتت. وايه يعني؟ هي سفالة جديدة علينا ولا ايه؟ حلوة منصور.